ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة انا ورتا قررنا ان احنا نسيب اليوتيوب عشان ما فيش ولا كومنت ولا لايكس ولا اي حاجة. ان احنا خلاص مفيش حد بيحبنا، زعلانين وعارفين ان في ناس كانت بتحبنا وكده. يعني خلاص بقى يا جماعة، مفيش فلوجز تاني. انا هخليكم تشوفوا الفيديو ده، بعدين هلغي كل الفلوجز اللي عندي وكل حاجة عشان خلاص. ماشي يا جماعة، ف مش حد بيحبنا يا جماعة. هنا عندنا هنعمل ايه؟ ماشي يا جماعة، ف خلاص يعني خلاص مفيش فلوجز تاني ولا فيديوز ولا هعمل اي حاجة تاني، عشان تعبت بجد. في ناس كل شوية تقولي ده انتي اللي انتي بتعمليه دوت وحش، كل شوية الناس تقولي كده، ف مش هعمل فلوجز تاني ولا فيديو ولا اي حاجة من دوت. فشكرا جدا اللي عملي فولو ولايكس، واللي ما عملنيش برضك ممكن يعمل لي. ماشي، ف باي باي يا جماعة، خلاص ف باي خلاص. خلاص يا جماعة.